السلام عليكم. في حلقات اليوم راح نجرب أساسين كريد المفضل عندي اللي هي أساسين كريد بلاك فلاغ على الجوال. فايه مثل ما تشوفوا كملتها بنسبة 53%، كملت جميع المهمات الأساسية الخاصة بالقصة، لكن بعض الأشياء الثانوية مثل تجميع الشانتيز وتجميع صناديق الكنز وإلخ ما كملتها كلها، لهيك الكمبليشن بس 53%. قصة أساسين كريد بلاك فلاغ جميلة كثير. الآن راح أقتل هذا والسنايبر اللي في الأعلى راح يحاول يهجم علي. اوكي راح أحاول أصعد عنده الآن. أوه انظر هذا الشخص كان يريد يقتلني. اوكي لا 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 ما اتفقنا هيك. أح كاونتر وراح أقتله بشخ. اوكي وحتى أنت خذ. الان الجيش كامل من الجنود، اتوقع عدو جنود بريطانيين اللي يلبسوا الاصفر، ماني متذكر صراحه. في الجنود في اساسين كريد بلاك فلاغ في جنود بيلبسوا الاصفر وجنود بيلبسوا الاحمر، احدهم تابعين للاحتلال البريطاني والاخرين تابعين للاحتلال الاسباني. فاتوقع ان الهافانا كانت محتله من طرف البريطانيين اتوقع. الهافانا هي هذه المدينه اللي فيها. انا بالمناسبه من محبين سلسله اساسين كريد، لعبت في اساسين كريد 3، ختمت اساسين كريد 4. اوكي الان راح يهجموا علي هذو كلهم. اوكي اوه القرص الاخر حتى هم جاوا يساعدوني. كاونتر وبعدها ضربوا واحد بس اللي متبقي. اوكي شكرا للقراصنة الاخرين اصحابي. انا راح ادخل في القش وراح اخرج وبعدها راح اكمل. اساسين كريد يونيتي بتعجبني كثير، حتى هي اقدر اقول انها الثاني اكثر واحدة بتعجبني ختمتها. اساسين كريد سينديكت ختمتها وراح الان اجي وسط هؤلاء وراح اقتلهم وراح الويتهم. فاي اساسين كريد اوريجين ما ختمتها، اساسين كريد اوديسي ختمتها لكنها كانت مملة كثير والاكس بي بطيء فيها كثير، لهيك استعملت ترينر فيها. اساسين كريد فالهالا مملة كثير في البداية لكن ما قدرت اكمل المهمة الثانية من الملل. فاي قتلت الان جميع الجنود اللي كانوا بدي اقتلهم. اوه هو هو تعرفوا ايش؟ راح استعمل البرسيرك دارك او دارت ما بعرف شو اسمها، برسيرك دارت. فهذا النوع من الدارت راح يخلي هذا الجندي اللي اصابته يصبح مثل المجنون ويهجم على اصدقاء الجنود الاخرين لكنه راح يموت في النهايه. اتمنى انه اوكي ما كنت اتمنى انه يقتل جندي اخر قبل ما يموت لكن للاسف ما سواه، فانا راح اسويها. اوكي وهذا المتبقي حتى هو ميت الان. فهي راح اسوي باركور استمتع شوي. هي شغاله بشكل منيح بسبب الريكوردين والريزولوشن اللي صعدتها شوي عشان جودة الفيديو تكون كويسة فالاف بي اس اقل، لكنها بتشتغل افضل من ارك حتى من حيث الاستمتاع صراحة. بالنسبة لي اساسين كريد بلاك فلاغ ممتعة اكثر من ارك، يعني بس عشان اكون واقعي والدليل هو اني ختمتها. اساسين كريد بلاك فلاغ بتروي قصة البايرت ادوارد كينوي اللي راح يقتل هذا الجندي الان والسنايبر الاخر راح يشوفه. فهي كان من القراصنة كان بيقوم بخطف السفن وسرقة الموارد اللي فيها. في احد الايام راح تهجم عليه سفينة خاصة بالاساسين دانكن والبول، بعدها السفينة راح تغرق وادوارد كينوي راح يلاقي نفسه مع الاساسين اللي اسمه دانكن والبول في جزيرة وحدهم.
بعدها إدوارد كينوي راح يقرر أنه يقتل ذاك الأساسين الآخر و ذاك الأساسين الآخر اسمه اللي اسمه دانكن والبول كانت عنده مهمة أنه يروح على الرئيس الخاص بالهافانا يعني من أجل أحد الأشياء. ف إدوارد كينوي بيقرر أنه ينتحل شخصية دانكن والبول عشان يحصل يعني على الفلوس. فيا قصة طويلة ما بدي أحكيها الآن كلها. الآن راح أرجع للسفينة عشان نجربها حتى هي، لأنه مستحيل أسوي فيديو خاص بأساسين كريد بلاك فلاج بدون ما يكون فيه حرب للسفن، فهذا اللي راح نسويه إن شاء الله. هذه اللي بتطير في الجو بتتسمى شانت من الشانتيز. الشانتيز هم مثل تقدروا تقول عليهم أغنية بيغنيها طاقم السفينة في وسط البحر. فهي لو جمعت تلك الشانتي تقدروا تقولوا كأنه الطاقم راح يتعلم مثلا نشيد جديد مثلا. فهي مثل ما قلت أساسين كريد بلاك فلاج بتشتغل بإف بي إس أعلى، فلو ما اشتغلت عندكم أرك فلا يهمكم، في ألعاب كثيرة أسطورية مثل أساسين كريد بلاك فلاج راح تشتغل عندكم، ممكن تشتغل عندكم لو ما اشتغلت عندكم أرك. ومثل ما قلت طريقة يعني عشان تسوي انستول للأساسين كريد بلاك فلاج هي نفس الطريقة اللي سويتها في الفيديو السابق، راح أوريكم إياها الآن، تلقوه في الأعلى وفي الوصف وفي جميع الأماكن. ودي الآن أهجم على سفينة أو قلعة. أوكي أنا بشوف مجموعة من السفن هناك لكنهم سفن صغار للأسف. عندنا جان بوت سيفيليان شكونر ليفلاتهم منخفضة كتير. أنا في العادة أقدر أقتل. أوكي ضربتها بالغلط، دمرتها بالغلط. أوه الهانترز، أوكي أحد الهانترز راح يجي عندي. تعرفوا إيش، أتوقع أني بس راح أهجم عليهم لأني أصبتهم بالغلط في البداية. أوكي راح أضربه في إكس. هذيك المنطقة اللي عليها رمز إكس هي المنطقة الحساسة في السفينة. فدمرتهم بكل سهولة. دوك هم الهانترز مثل ما تشوفوا. السفينة اللي شعارها حمراء. شراعها أتوقع، مو شعارها بل شراعها. راح أرمي عليهم بالمورتر. المورتر هو هذا اللي يدمجهم الآن. راح اسوي بريس بواي عشان ما يدمج كثير، وراح ارمي عليهم بسوبر شوت اتوقع اسمها. المنطقة الحساسة الأخيرة، والآن راح نهجم على السفينة ونستولي عليها. سوي بورد. الآن جميع الجنود راح يرموا مثل السهام او شيء عشان يربطوا السفينه الخاصه فيني بسفينتهم. الان راح احاول اقتل 10 من الجنود او الطاقم الخاص بالسفينه الاخرى، وبعدها الطاقم راح يستسلم. فالان قتلت 6. الاربعه المتبقيين راح اقتلهم بنفسي من داخل السفينه. اوكي لا اوكي 2 متبقيين بس. لا غدر فيني. اوكي رميت الان هذا. اوكي ضربني. لو بس اقتل هذا. لا اهجم على اللي في الارض. اهجم على سويتها. كلهم الآن رفعوا أيديهم استسلاما. الآن راح ناخذ موارد اللي في السفينة. أخذنا الخشب والحديد والكلوت الهيفي شوت المورتر شوت
ياب هاتيك هي المورتر اللي قلتها يعني بالضربة بتيجي من السماء فيرح أعطي هاد السفينة لأحد الأشخاص اللي بيعملون عندي وهاد السفينة رح تصير الآن تابعة لي. بيعجبني شكل العواصف كتير في هاد اللعبة بالمناسبة. اوكي هل بتشوفوا اللي بشوفه؟ في موجة عملاقة راح تيجي الآن مباشرة بعد هذه الموجة راح انهي الحلقة لكن ودي اتأكد اني ما راح اتدمج منها. اوكي لازم اسوي بريس عشان ما اتدمج. اوكي كلكم نزلوا الارض. اوه لا 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 تنقلبي. اوكي اتوقع انه السفينة على ما يرام فهي جرافيك جميل كتير. الحلقة القادمة إن شاء الله راح نجرب لعبة أسطورية أخرى. سلام.